الطيران كان حلمي من وانا صغيره، وبابايا كان اول واحد يشجعني في الموضوع ده، وبعد كده ماما. لما قلت لبابا ان انا عايزه ابقى طياره كده، جاب لي بقى كتب، وابتدينا ان احنا نشوف الدنيا. وكنت دايما بدور على حد في المجال ده، دايما ابص له وبقى نفسي ان انا اكون زيه في يوم من الايام. فكان ساعتها كان الكابتن حسناء تيمور، اغرمت بقى بيها، وان هي ست متزوجه وعندها اولاد، وما كانش في اي مشاكل في الموضوع ده. فكنت دايما ببص لها ان انا اتمنى في يوم من الايام ان انا اكون زيها. يعني انا اتخرجت من المدرسه في شهر 6 2018، وقدمت في الاكاديميه عادي جدا، وبدات شهر 9 2018. عشان كان عندي يعني معرفه بالطيران وكده، فده ساعدني ان انا اقدر ان انا اخلص الدراسه في 9 شهور بدل 12 شهر. كمان كان في فكره ان احنا كان ممكن نسافر طور سينا، لانه الظروف الجويه هناك احسن بكتير. فكنت بسافر بقى اسبوع طور سينا واسبوع في القاهره، انزل القاهره اعمل امتحانات وكده، وبعدين ارجع تاني اسافر طور سينا اكمل طيران. كان عندي ساعتها 18 سنه، عشان كده انا بيسموني اصغر طيار في مصر. انا لما دخلت الاكاديميه اصلا ما كانش في دماغي ان انا اصغر طيار او حاجه. يعني انا لقيت الكباتن هناك بيقولوا لي ان انا اصغر خريجه من الاكاديميه. يعني أنا صغيرة، من أنا عندي 7 سنين وأنا بلعب فروسية. أول موسم ليا كان 2017-2018، أخدت تاني جمهورية في فروسية لعبة اسمها الطويل، وموسم 2018-2019 أخدت أول جمهورية.